السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس سلسلة السيرة النبوية. ملكتنا صلى الله عليه وآله وسلم تكتاتي هو التاريخ من نائبتي هنا وأسرنا وكفلنا بل فوق في الله يا حمزة نا يا عمر من الخطاب رضي الله عنهما مسلما تقوم أن نبر يقوم نوصل النسوم تنش إن قاقر لن بي نبر إن شاء الله بزيك في يا حمزة مسلم بكرمة إن شاء الله ودي عمر من نهي لعلن قديه نبي صلى الله عليه وسلم الناس صحابة وتي مجمرة ويدع واحدة لاي بزوينة أكل يقد أماتو نبر بزوينة سكاينة مكرامة لتنا يه بقف نا ببدل يتمول أيير انه يتبال لبت ساعات حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يا نبي عليه الصلاة والسلام أقوتي هونو يا طبي وندماتشو يهونو كنبي عليه الصلاة والسلام بدمي هلا التامت ببلتاتشو أراد التامت متبنو لتككلن يوقن هلا التامتنو سلم رضي الله عنه وأرضاه انديت نبرع السلالم يسلم ببت مكنيات أبا جهل كالتات أن كان نبي صلى الله عليه وسلم صفا زنداغينيات شونا سدبات شو ملتش عدرقو يالتناقرات شو كفو نقريا الآن نبرم نبي عليه الصلاة والسلام سأطولو من ما نتملش على سدوتهم كزا هيدا قريشوش ودا اللبات كعبة ودا سبسوبات بوتا هيدنا كان السقاء كتبولو ماورات مساق مسالك جمر عبد الله بن جدعان عندت باري أقل قاي نبرتشو صفا لاي بوتا معرفة بوتا نبرت إزا كتش بلا يالو النقر تسا مانا تكتاتل نبر بزوم سايكوي حمزة يعني طور تاتكو كست تاتكو كعادن سيملا سايتشو قالت منا لتشو يا أبا عما يا أبا عمارة أبا عمارة هوي لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام يوين دم هلج محمد كتنش كديك كتنش ديك أبا فيت يقد أمون نقر بالتاين ورو من دن أبي الحكم ابن هشام يادر سبت النقر بالتاين الزيكوش بلاقين يونا ملت أرجو سدوا من يسكرنا نقدر يلهم محمد من المسلسل ستوم طلعت هيدا حمزة اللي هنا نديتون تقطع تران أندى من بلو فاحتمل حمزة رضي الله عنه الغضب نديتو الناس حساونا لما أراد الله به من كرامته حمزة ما برسوست بتعم جقنا يتعوق يتكبر سونه يهن الديت الناق والطاقن لما الكام نقر عن نساسه يا الله نقر هنا فانطلق يسعى مصمما أنه إذا لقي أبا جهل بطش به من وسنه إلى أبا جهل كاقن يعلق ونبلو بتقام تنادو مرت نديت يهن دمي اللج يهلق بيهن نديت نزي سربوا البلو بتقام تصمتو تهن لك مسجد سيدر سيقا ما قتبوا لعوال صوت وده أبي جهل قطعت هيدنا جنقلاتون بازو كست فنكته متى بتعم كسل جنقلاتو كذا من علو أتشتم ابن أخي وأنا على ديني أقول ما يقول يوم دمي اللي سلب أقول أنا يسون هاي منو تكتي يال السي ميلون أمين قطعت تام كبره السي ميلون لا من تامت على هلا فرد علي ذلك إن استطعت أكمل ناتشر تكال لستي ملس استنيانه من اللي سلني نستي وندنا يبني خم مخزوم قوسا وجبا زوري ينبرو تنسو حمزان ليما تو مالتنا أبو جهل دقف أبو جهل من على تاووت يوان دمو اللج كفو قال تناقر ذي والله بدم سدب يا والله ونا بينا قرم تشقري اللهم مالا حمزة ودى بيتو تملسا وسطو تربشا وقد ساورته الوسابس الشيطانية والهواجس النفسية إلى اليسير سوت وسطو تربشا يا شيطان وتوتا أندند
بوسط يتنسو عندان طياك عوش ربشت كيف تركت دين قومك واتبعت هذا الصابي قمل طياك وسط يتنسى انديتنا هاي ما نتنتت يزيهن هاي ما نتنيك اي رسوية من قد متكتلو للموت خير لك مما صنعت اهون يسرها وسرع لك على الله كم متسرع وسرع يلك اهون كسرع وسرع بتموت الشارع اللي من سميت وسط تجار ثم التمس رضي الله عنه التوفيق والرشد من الله تعالى الله ملكامون من قد اندي اساكال سكيتا ما اندي ارقو اللهم ما انت هازل فقال منال اللهم ان كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي يه من قد يه من قد كن من قد كونه تككلن يا من قد كونه نقر امنة بلبي وست اسرط لين ارقاقت لين وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا قال هنا هنا قال هي من قد تككل الناطرو قال هنا دمو موت انت وزجاجني بلو الله انت ما تصنع كذا ليلتهم ملو بزينت وسوسة علفة بتقام تربشو بتقام تتنسانا رسول صلى الله عليه وسلم زنديه فقال يا ابن اخي يا اندمي لجهويا إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه موج آك أدادا يتغبتي هنا تشكروس كيف تتعلم وإقامة مثلي على ما لا أدري أرشد هو أم غي شديد يقبه بيت نقر تككلن يا يهون اللم يا ليت أفاستات يهون قرا قبت بلون أبو شهبة الدكتور محمد أبو شهبة السيرة النبوية بميلو كتاب لي من الهل ينبرات شون يا أيمرو بسلت يا سايل يتألك أقن الزابي يا سردال سوچو الله بزو چلوتا ستو اچو نبره ايه مهونون يا سايان نا زرو زرو نبيون عليه الصلاة والسلام بيان ماكر اندمي تقنو تردا كزارم عليه الصلاة والسلام الشيطرو قالونا لبون ميابر علت وستون ميارقا قايفون نقرو چما ناقر جمرو يتر التاريو نهوس وساون نقر يمياس وقل اللتم نقر من ناقر جمرو فذكره وبشره وأنذره ما استعوس جمرو عابسر وتعصد نكاكوت فثبت الله تعالى الإيمان في قلبه الله لبلا إيمان نعطيك أكالت فقال رضي الله عنه مناله أشهد إنك لصادق نتنيامون أسرد قدش أمن يهلو فأظهر دينك يا ابن أخي يا من دمي لجوي هاي ما نتن بيفا سبك شكري له فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على دين الأول يعني مجمّر هيمانوتي نجي سماي يات ألا لون هلو دنيا باقي للسايلين كزارم عليه الصلاة والسلام بتقام تلسته حمزة بمسلمو قريشوت حمزة بمسلمو رسول صلى الله عليه وسلم دقاف انداغينيو ميكلاك كاللات توسو انداغينيو تسمات شاوكو بتقام تنادل شيخ محمد الغزالي رحمه الله من إلال وكما يقول البعض أن نتشن دميل وتلال طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين دالو حمزة مجمّر يسلمو يوندم مولج انديت يوندم مولج انديت يوارد البميل سميت تنساستو نبرا نقرقنا الله سبحانه وتعالى لبو اللي اسلمنا كفتنا انكارون يا لا إله إلا الله انقمت شبته بزيهم يتنسى مسلموج بتعام بسو دستانا كرات تسمعك رضي الله عنه وأرضاه يسلم ببيت مكلياته نبرة فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه يهن قدي يا حمزة رضي الله عنه أسد الله بمن بالي توقعه يا حمزة مسلم تاركنا يا عمر المسنى يا يايزن كتوسنا قزيب وهالام دقمو عمر لسلم تعالى نبي عليه الصلاة والسلام عمر لسلم سلم دعا درقو نبرا روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وزقه وحديث لي يا الله ملك تنيا منالو اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب له والحديث صحيح نبي عليه الصلاة والسلام انديه بلو دعاء دركو الله وي اسلمنا ك
كهولت ودانت توداج بهنا وسوي إرداع يبلا يدر قال بأبي جهل جهل أبي جهل أبي هشام وين نجمو عمر بن الخطاب من إلى عبد الله بن عمر ودا الله زن توداج هون كهولت عمر بن الخطاب نبر عباده بل إلى حديث ابن سعد في طبقاته بزق صحيح المرسل عن سعيد بن المسيب نبي عليه الصلاة والسلام عمر ويم أبا جهل سيايو من ينبر اللهم اجدد دينك بأحبهما إليك قيت يا هوي كنزيه لتو ودا أنت زن توداج بو ونوصو دينه نردع دقاف هستطيل ونبر بل إلى حديث لي اللهم عز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة بلو دعاء درق نبر عمر كمسلم بفيت يمل سالسنا يمرق بهدت أسعيت ونبر عمر إمام أحمد فضائل الصحابة لين داور رد والحاكم بسند حسن أمي عبد الله ابن ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها يتلق صحابي بال بيت عامر بن ربيعة رضي الله عنه بال بيت نات من تلالج عندي ولا حبشة أقر لميهد يتزقاج جن إيال عامر عندن قدية اللي هساكا به دبت عمر الخطاب متانا نيقاك ومالج شرك لا ينبر على سلم قالت من تلالج جم عبد الله رضي الله عنها وكنا نلقى منه البلاء أذن لنا وشدة علينا بتام يسق أي النبر مكارا يسق قم سك يا سي النبر عمر فقال عمر اندها لعلج عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله أمي عبد الله ما عبد الله بك على التيدنا مهيد والسنات شهنا قالت فقلت نعم آولت والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا فقال صاحبكم الله أو مهدات شنون قلي والله إن وتعلم عسك آيات شهون يبتات شنت اللي سمانا رقات شون أو واردات شون الله مفتهين دي أزاقات جلل النهيل الله يتأبكات شو الله كان أنت قايهون لنا هيدانج كذا أم عبد الله من أنت ورأيت له رقة لم أكن أراها كذا يفيت يا رأيه تملى سالس إذنت أستوى الكبت فزهي دالج وقد أحزنه فيما رأى خروجنا فيما أرى تلالت عندما يتايج ينيات ألو موتات بد آما سازنوت لبون سبروت تلهيد كذا عامر متانا بالوا نقر كو تلالت يا عبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا انديت اندازن اللم بتاي عمر تقيروا على الكتالج قال أطمعت في إسلامي يسأل ما لبلاش نونه مثل مسألش بابكاش آوى الكتال قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب سمي هنا يشو سويه يسلم على بلش حتى بكي يا أباتو أهية يا أباتو أهية أسكال سلم درس عمر يسلم عامر هنا لبت مكنيات من نبلا تصفى قرطون عمر لاي عمر ميسنزنا والنقر ميسراون سرايتو تصفى قرطون يعني تناكر المهم كذا عمر يسلم بات قصة يتنقر رجم قصة وش قال له طبعا النزي قصة وش بسنة درجة دكا ما ناتشو بتعمل له تنسح الصابو من دنو عمر رسول صلى الله عليه وسلم قال له ولو تنسى بتلاقي النزي صحابه وش ميهد سياي يا أخي من دنو على نقروا عساس سبا للي تمونوا مع السب جمر يما عبد الله قد داينا يبالان ليلتشن قريش وش تبتاتنو يتوسلوا ودا حبا شاهدوا بتنتناتشن ودا ما انو هنا الرق محمد سلزي ما بك على اللبي بيقل له يشار البلو وتنسى لما قدر سينكساك سيهد من قال لي نعيم بن عبد الله النحام العدوي من بالساقين اسلمنا وني يدبك سوا نبره عمر يلي تهدنا ولو هين يسون هاي ما نوتون هيك ايرون محمد اللي قال لنا ولا قريشو تشن بتاتنا بلتو تشاتشنن اسانسة هاي ما نوتاتشنن انقواششة اما لكتو تشاتشنن سدبة مقدال اللبين يعني. سوية ولو عمر راسه شنق قلتش بني عبد منافنا بني زهرة بكاللالو اندتن قساك اسميتو هي مسلحة محمد انقل له
استي مجمرة بيتسمى ناس تكاكل من تفتر بيت سبيقا اه تسال مالك على اللي هتنا بالو ما نهتي هاو انديت هاو سال مالك هيدا يروت سيهيد يهون دمس سمى نبي عليه الصلاة والسلام تنش هابتي على الشو تنش مشوت لالو سوتن دهوتشن انا مسكينوتشن اصطقتهم ديانورو يعدرقون ببرا سلازي خباب بن الأرد تنا فاطمة يعني يا عمر اهت بيت نبرا بارهم خباب بن الأرد تنبرا الخباب بن الأرد رضي الله عنه عفوا استمر يتشو نبرا الناس غي نورا يعني بالوا عمر بن سعيد نو رضي الله عنه جنتي قبل له تبلو كتبسر السحابوت عنه يهون دمت سمع عمر متو لي قباسيل وديون قادة تربك خباب بن الأرد رضي الله عنه قرآن ياس قرأت شنبرا سورة الله كذا عمر قبانا من دنو يسمعه يالهوت منم ورينا ورانو لا هاي ما نود كيرات شحال هاي الكير تنسانا ون باليو عمر بن سعيد من علو سما أنت يا الله هبت هاي ما نود تككل باي هون سالم سالم ما تشحال النية تعازو تنا النكو لما توصيل أهت قباش تألك أصل تجمع بتفي متات في توك الله ويم دم فسا سيلالو المهم يهنا ين عمر ترنا قتة بتعام ترنا قتة أن ترقعك كذا شيء متانا بوتنا متو سنان ستهم اني فرالو اي شقري اللو مالات قال تاتبك نجاس انا هنا قال تاتبك اي هنا مالتشو تاتبع انبب قرآن سيانا بسورة طه انبب لبو ترقعك مسلم عسيني كذا خباب بك على النا هيدنا رسول مقاوت مدين دي بوتانا وانو هيدا دار الارقم من ابي الارقم بيت وستناتش ان حمزة اللو ليلتهم صحابة وتشالو لك عمر متو برون سيان قوقع بكدادة أيو عند أي عند يوم صحابي عمر نوالة حمزة من هلا من دم من فلقون بخير كم تات قليل له بشر كم تات الناس تنا قد نوالة نال أسقب التبع لا قبة رسول صلى الله عليه وسلم وحي يتدرج الله كان بروست بروت يا زنا قطع عمر قايل نا نك أنك لبسوني زم عمر أي بك أهم ودى الله تملزم تنبركك أني لسلمت اتشالو على سلمة كذا سعاد جمرو مسلموش دفرت عقينيو يعني تلك درجة لي مدرس اتشالو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كسلم ابو هلا يا مسلم قداي وري وندي السراج ما أدرك فلك ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في فضائل الصحابة تنكر أبو هنا سند يزقوا تحديث الله عبد الله بن عمر يا عمر الخطاب لجمن إلان لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه عباتي سلم قزي قريشوش مسلمون على سموه منبا فقال أي قريش أنقل للحديث كقريشوش مهل ورنيا ما أنه قاله ولي تنسي سما ما قعت عليه ما يتل بأندي مي بتنسو جميل بن معمر الجمحين والد مستر مهاز ما يتل سو نبرا عمل فتح سلم والبوحال علي برقد شما قل لي نبري لالو كرسول صلى الله عليه وسلم قال يحنين زبكة الساتفال بعمر وقتنا زمن قزين يموتوا عمر بتعم عزنا سيموت السورة رضي الله عنه السجاه إلى النامنا لو عبد الله بن عمر إنما ينقروا أنا يمتكتل كتعباتين إلى عمر من إنما يدرج لمايت هسأل نجنا بركون مدرجون هلا استوصى له فقال له عمر أما علمت يا جميل أني قد أسلمت مت أنا جميل سلمي على سماه ودخلت في دين محمد ولا محمد هاي ما نتم قبل تشارلها قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه أتبعه عمر من العبد الله بن عمر والله عمر تناقل وسايترس ملس سايسطو وديهون بلد قال لبسون يقول تتعال عباتي تكتلا ونينكو على ويهي هيركون يالا لك با إذا حرم مكة با يعني مسجد لا يمتاق ومنا
صرخ بأعلى صوت دمتم كفات الكومن علي يا معشر قريش قريش وشوي كلهم تسبسبوا ونبر ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ عمر بن الخطاب هاي مونوتون كأير لا تشو هلالج عمر كهران وشت النو نقر قن سلمي ألا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنسوه اللوم مجوه جمرو مد بعد بجمر عمرا دبد فتر ويكلاك كلاك شوال عندوني من لسال عندوني تنيلال صحي مهال أنا تلات اسكدرس درس دك من ناكوت جال بزي مهالي يالو أن كابا ويم كومبليت لبس يلبسها مدع كقريشش مهال من دنانات من هناك عمر تكأيرونه تاو تالي يفلقوا من رد عمل التامتونه عدي بن كعب قو صوت أسألفه السلمي ستاتي مسلات جهل توت بك على توت بزينة ملك سلمة رضي الله عنه وارضاه كذاك زي جمرو عزة جنو مسلموته كعبا بنس أنت مكة هدو عبادة مارك جمرو بتلا إذا كاك كاموتو وإلا رسول صلى الله عليه وسلم ناو بكر واتو يسقل نبه بخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود من هلال قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر كسلم جمرو لك إننا يبلاينا تاكين ينيلا الحافظ من الالو لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى الله قد إليت أنكارنا برتات سننب تنكارنا برتات سننب برونو الالو مسلمو تلك دل نبرا عبد الله بن مسعود من الالو كان إسلام عمر فتحا يا عمر مسلم دل نبرا وهجرته نصرا هجرهم دلنا وإمارته رحمة أسترادرهم إذنة نبرة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر بتالي لك هكا موجو سوج هيدا كعبة مسجد عن شنم نبر عمر اسكي سلم درس كسلم أبو حالا دفرتا قنين والتن عبادات شن المفصم جمر نلال انديه نبر يولدتم مسلم مكنات الله يا إسلام تلك والتادر وتادر رقاتشو فرضي الله عنهما وأرضاهما هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.